وخلال لقائه سفير دولة الكويت لدى الصين جاسم الناجم، أكد الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون تشانغ مينغ، أكد أن انضمام دولة الكويت كشريك للحوار من شأنه تحقيق الأهداف الرئيسية للمنظمة. وشدد تشانغ مينغ على الأهمية المتزايدة للدور الذي يمكن أن تؤديه دولة الكويت لتطوير التعاون بين الدول الأعضاء وتوحيد الجهود لتعزيز التجارة والتصدي للصعوبات والتهديدات الناشئة. ومن جانبه أكد السفير الناجم أهمية هذا اللقاء في تعزيز مجالات الاقتصاد والطاقة والنقل والسياحة ومجالات أخرى، مجددا شكره لمنظمة شنغهاي للتعاون على منح دولة الكويت صفة شريك حوار في المنظمة خلال الاجتماع الذي عقد في مايو الماضي.